السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل الناس وحلقة جديدة وبرنامجكم صوت الناس. أهلا بحضراتكم. الست أم كلثوم لما غنت زمان وقالت إنما للصبر حدود، تقريبا كانت قصدة كل الحكومات اللي جاية وصبر الشعب عليها. لما قعدت تقول ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، إنما للصبر حدود. ليه للصبر حدود؟ لأن الشعب المصري ده لو حياته بتبقى كويسة بالوعود اللي بيسمعها كان زماننا سابقين سويسرا واليابان. أكتر حاجة بياكلها الشارع المصري والشعب المصري هي الأوانطة. ومين بيأكلنا الأوانطة؟ الحكومات. ومين بيسمعنا الوعود والعهود والكلام المعسول؟ الحكومات والمسؤولين. فكانت أم كلثوم من زمان، من كام سنة، كانت فاهمة وعارفة وطلعت تقول للناس ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، عشان احنا كلنا من الكلام ده كتير والأوانطة ملت الشنطة والشعب فاقية بيه. الشعب فاقية بيه وخلاص بقى فاهم كل حاجة بيعملها المسؤول بيعملها ليه. شعبنا بقى من النباهة انه لما يسمع كلمة من مسؤول او يشوف منه موقف بطولي مثلا يبقى عارف ايه اللي ورا ده. اللي ورا ده كارثة كبيرة جاية. مصريين يمكن الشعب الوحيد في الدنيا اللي لما يضحك قوي يقول لك اللهم اجعله خير، مع انه من كتر الضحك دمع، فيقول لك اللهم اجعله خير. ليه؟ عشان احنا تعودنا حتى لما نفرح بيبقى جاي لنا وراها حاجة تزعلنا، لأن عندنا ناس بتستكتر علينا الفرحة. ودول طبعا مش بس الناس الحاقدين والمنافسين، لا، والحكومة كمان بأمارة إيه؟ بأمارة حالنا، حالنا وكل حكومة تجيلنا، حالنا ووضعنا من أول ما بقينا جمهورية لحد دلوقتي. هتقول لي يعني هي أيام الملك كانت حلوة؟ لا، هي أيام الملك ما كانتش أحسن حاجة في الدنيا، بس كانت أحسن من دلوقتي مليون مرة. وكان الملك لما بيجيب حكومة الشعب ليه صوت، والشعب بينزل يجيب الأحرار الدستوريين ويمشي السعديين ويجيب الوفد وهكذا. كان ليهم وجود، كان للشعب صوت بنسبة. إنما مع العساكر لا صوت يعلو فوق صوت سيادة اللواء. علشان كده عندك 11 وزير، 11 محافظ من اللواءات. 11؟ لا، 11 ايه؟ دول 16. 16 وزير محافظ. ليه؟ لان 16 لواء محافظ، لان لا صوت يعلو فوق صوت سيادة اللواء. طيب، بجملة الوعود اللي احنا بنسمعها، عزيز المواطن ارجوك تفتح ودانك كويس علشان تسمع معايا كم جديد من الوعود اللي انت سمعت منها ملايين الوعود قبل كده ومفيش حاجة منها اتحققت، زي وعود السيسي مثلا. بكرة تبقى قد الدنيا وام الدنيا والكلام الكتير الهجس اللي سمعناه ده. وسمعنا من كل حكومة جابها السيسي، من اول الببلاوي لحد مصطفى مدبولي واحد واثنين، مرورا بابراهيم محلب وهشام اسماعيل. سمعنا وعود ومفيش حاجة منها بتحصل. تعال بقى هات رصة الوعود من جوه اللي انت شايلها في الدولاب، ولو سمحت حضر شماعة جديدة علشان في وعود جديدة نزلت ومحتاجين حضرتك تسمعها وتعلقها جنب اخواتها وتقعد تبص لهم. وكفايه عليك وعود الحكومه، لان الحكومه بتوعد ما بتنفذش زي ما حضرتك عارف. خد معايا كده جرعه من الوعود سريعه الطلقات، مدفع سريع الطلقات من الوعود. اول وعد معايا من حكومه الخيش والقش الجديده وزير الماليه. نبدا بوعود وزير الماليه. بيقول لك ايه سياده وزير الماليه؟ وزير المالية الجديد يتعهد بتوفير التمويل اللازم لإنهاء أزمة الكهرباء في أقرب وقت ممكن. يسيبوا بقى وزير المالية؟ لا، ده يقول الكلمتين دول ويقوم مدي الحديدة للي بعديه وزير التعاون الدولي. وزير التعاون الدولي ياخد بدوره الحديدة، أو وزيرة التعاون الدولي، وتقول المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات. وبدوره وزير التموين ياخد الحديدة من سيادة الوزيرة ويخش هو كمان علشان يدينا وعد جديد ويقول لك اطمن أيها المواطن، تخفيف العبء شغلنا الشاغل
وستشعرون بالنتائج سريعا. طيب عظيم جدا. يخش وزير الكهرباء الجديد علشان ياخد دوره ويقول حل أزمة انقطاع التيار نهائيا سيستغرق وقتا. دي بقى مش وعود، ده كلام معسول وملوش حدود. لقالك بكرة ولا بعد ولا السنة الجاية، قالك وقتا. وقتا دي يعني ايه؟ يعني اديني في اللونج، اديني في المعاد البعيد، قولي وقت مش محدود. يعني هيستغرق وقت، الوقت ده ممكن يبقى سنة اتنين، شهر اتنين، زي ما يكون. وهو كل وقت، وهو كله بيعدي. افهم بقى يا فندي. ناخد بقى تصريح تاني من السيد وزير البترول. السيد وزير البترول بياخد دوره هو كمان ويقول لك اول يمين لي، اول تصريح لي بعد حلف اليمين، توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء على رأس اولوياتنا. طيب عظيم جدا، شكرا لحضرتك. وزير الزراعة بدوره كان ليه وعد هو كمان من ضمن الوعود المعسولة، قال يا جماعة مصر بتمتلك كل المقومات لتصبح من أقوى الاقتصاديات في الشرق الأوسط. أيوة يا فندم. وبعدين لا هو بس كده. أيوة طب نفهم إيه؟ هو كده خلاص، أنا قلت اللي عندي ومش بوعدكم بحاجة. هي مصر دولة كويسة وإن شاء الله ربنا يسهل. إحنا عارفين إنها عندها مقومات بس ما عندهاش إدارة. حضرتك هتضيف إيه يا فندم؟ الراجل ما قالش أكتر من كده. وزير الزراعة بعد ما قال الكلمتين دول دخل بعديه تصريح بوعود لوزيرة البيئة بعد أدائها اليمين الدستورية، قالت منهجنا لن يكون قطع الأشجار. لا 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 لا، احنا مش هنقطع شجر بعد كده، خلاص مفيش شجر، انتهى عهد قطع الأشجار. أي يا فندم وبعدين منهجكم ده بس في وزارة البيئة؟ مفيش حاجة تانية في المنهج؟ صفحة 7. طب نص الكتاب في صفحة 122، آخر الكتاب في صفحة 189، مفيش حاجة جديدة في المنهج؟ هو بس مش هنقطع الشجر؟ شاكرين يا ست الوزيرة والله. طيب وزير التعليم بقى هو كمان ليه يمين، لا ده وزيرة التنمية المحلية لسه يا جماعة، بتقول ملف التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحلات ضمن أولويات الوزارة. ويخش وزير التعليم بعدها حفيد المشير أحمد علي إسماعيل ويقول أولوياتنا القضاء على كثافة الفصول. إزاي يا فندم؟ أصل كلهم قالوا لنا كده وإحنا شبعنا بصراحة كلام، بس يعني هو قال لنا كده وخلاص. وزير الأوقاف أسامة الأزهري وعمته المشهورة قال لك سنبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي. السلام. لا بص بص، شبكة الإيدين مع البتاع البرنيط العمه اللي فوق دي، لا الموضوع كبير يا جماعه. تحس ان في احنا داخلين على مرحله جديده، فعلا احنا داخلين على مرحله جديده الحقيقه، مرحله بتقول ان هذه الوجوه مش هتعمل كان ولا حاجه، مش هتعمل اي حاجه، مش هتقدم جديد. ليه؟ لان كان اللي قبلهم قدموا يا جماعه، ما هم دول مش جايين من بعيد، دول بيورثوهم ودول كانوا شغالين معاهم بشكل او باخر. يعني مثلا عندك المختلس حرامي السجادة اللي هناك ده، بدر عبد العاطي بتاع الخارجية، ما هو كان متحدث اسم الخارجية، ايه الجديد؟ مصطفى مدبولي، ما هو مصطفى مدبولي. يعني ايه اللي غير، ايه اللي غيره الزمن؟ مصطفى مدبولي امبارح الصبح رئيس حكومة مشي عدد كبير منها، وبقى هو نفسه رئيس نفس الحكومة الجديدة اللي غير منها شوية وشوش. ايه اللي هيتغير تفتكر؟ ايه اللي هيتغير؟ ايه اللي ممكن يتغير؟ ايه اللي ممكن يقدمه؟ يعني زي ما قال المثل المصري، خيش فاش، مفيش جديد وما تنتظرش جديد. عارف ليه؟ لان مثلا الحكومة دي يا سيد الفاضل تقدر تقول عليها فيها نكت كبيرة قوي، فيها نكت ونقط ضعف. نكت يعني ايه؟ تعال اشوف معايا اول واحد والابرز فيهم، كامل الوزير، الراجل اللي ادوله وزارتين، كامل الوزيرين بقى. الاول كان كامل الوزير، دلوقتي بقى كامل الوزيرين علشان عنده وزارتين، اذا جاز التعبير بهذا الشكل الفاني شوية. كامل الوزير يا جماعة لما جاء وزارة النقل
الوزارة معروف عنها أنها فيها مشاكل من زمان حقيقة، بس ليه فيها مشاكل؟ علشان مفيش تحديث، علشان مفيش صيانة، علشان مفيش تطوير. كان عندنا شركة كبيرة اسمها سيماف بتنتج القطارات والحاجات بتاعتنا اللي بنستخدمها في القطارات دي، هامشوها وفلسوها. طيب جاء كامل كضابط بقى ومهندس وبخلفية عسكرية، جاي عشان يعدل الميلة، عشان يظبط وزارة النقل. قوم كلنا اتفاجئنا ان وزارة النقل خدت لقطة، خدت لقطة زي السيسي كده، عملت قطارات جديدة غالية، غلت التذاكر بتاعت الفئات كلها اللي هي التالتة والتانية والتانية مميزة والأولى والأولى مش سياحية والكلام ده كله. طيب قلنا كويس والله الراجل بيعمل حاجة اهو. قعدنا نركز شوية، لقينا الراجل بيشدد اللي هو ايه، مفيش حد يركب من الباعة الجائلين. فاكرين الشاب اللي اجبروه انه ينط من القطر وهو ماشي؟ القطر ماشي، اجبروه انه ينط ومات، فاكرينه؟ قلنا بس الراجل ده بقى ايه، عنيف وشديد ومش هيبقى فيه اي تسرب في الوزارة. الوزارة دي بعد ما كانت وزارة بتاخد قروض وعليها ديون، اكيد هتبقى وزارة على الاقل لو ما بتدخلش فلوس للبلد هتغطي نفسها. مع الوقت لقينا اللي احنا كنا بنفكر فيه ده وهم كبير قوي، ولقينا ان كامل الوزير بينافس عبد الفتاح السيسي في حاجتين. الحاجة الاولى بينافسه في اللقطة. انت عارف ان السيسي ملك اللقطة في مصر، ابو اللقطة، بيحب اللقطة جدا، والوزير كمان زيه، الوزير كامل الوزير يعني بيحب ياخد اللقطة زي السيسي بالظبط. وبينافسه في حاجة تانية الا وهي القروض. بطل تاني بقى اللي بياخد الميدالية الفضية بعد السيسي، الميدالية الذهبية والمركز الاول ده للسيسي في الحصول على القروض، الميدالية الفضية بياخدها كامل الوزير. خد كم قروض مهول. طب تقول الحاجات اللي عملها في الوزارة وعايز يسوقها كإنجازات توازي أو تساوي حجم القروض اللي خدها؟ لا، بس لما تيجي تكلمه يقولك لا أصل أنا كنت واخدها خرابة. أيوة باشا، أنت واخدها خرابة وعليها مثلا 20 قرش، لسه خرابة بس بقى عليها 500 قرش، فأنا استفدت إيه؟ إيه الجديد يعني؟ حسنت من الخرابة شوية؟ طيب ما كفهمش كده، قال لك الراجل ده شاطر. ليه؟ لان زي ما انتوا شايفين مستوى الحكومات من ايام الانقلاب العسكري على مدار 11 سنه لحد دلوقتي مستوى متدني وفاشل جدا. فيعمل ايه السيسي؟ قال له طالما انت شاطر كده وبتسمع الكلام اقف يا كامل. حاضر يا عبد الفتاح، اقعد يا كامل. فاكرين انتوا الفيديوهات دي؟ دي فيديوهات مشهوره جدا لكامل الوزير، كل شويه السيسي يقول له اقف يا كامل، اقعد يا كامل، وكامل بيقف وبيقعد بسم الله ما شاء الله عليه، ما بيأثرش في الموضوع ده. فالسيسي لما لقاه بيسمع الكلام في وزارة النقل اداله وزارة تانية. مدرس ده، عارف انت زكريا الدرديري، مدرس فرنساوي ودراسات لحد ما يجيبه مدرس فرنساوي، هو ده كامل الوزير. بقى وزير بروحين، وزير لوزارة الصناعة ووزير لوزارة النقل. طيب ايه المتوقع والمنتظر؟ اجيلك من المستقبل واقول لك ايه اللي هيحصل في وزارة الصناعة. كامل الوزير هياخد قروض جديدة على حس وزارة الصناعة، لان كامل الوزير لا يمل من القروض. كامل الوزير اكتر وزير خد قروض في الحكومة اللي فاتت دي، تقريبا نص القروض واخدها كامل الوزير، ده هو معاه وزارة واحدة، دلوقتي معاه وزارتين، متخيل هياخد قروض قد ايه؟ تعال نفتح ملفه ونفتكر مع بعض النجاحات والإنجازات اللي عملها كامل الوزير في وزارة، عشان كده خلوه معاه وزارتين. شوف معايا وافتكر من روسيا اليوم الخبر اللي عنونت فيه روسيا اليوم الهجوم العنيف على وزير مصري بسبب قرض جديد، وده كان هجوم على كامل الوزير. لا يبقى لك خير ولا لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم. هجوم عنيف على وزير مصري بسبب قرض جديد، ده اللي تعرض له كامل الوزير من احد الاعضاء في مجلس النواب، علشان راح استورد 7 قطارات نوم فخرة من طلجو في اسبانيا ب 200 مليون يورو، وكل ده من القروض. التفاصيل بقى بتحمل لك فكر الراجل ده في التعامل مع الوزارة.
الحكومة الحالية اللي هي اللي فاتت يعني من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%، والمشكلة في سداد القرض بالدولار. الهيئة القومية للسكك الحديد والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار، وبخلاف القرض اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية اللي هو 200 مليون. لا ده كامل الوزير عامل أرقام حلوة جدا ما شاء الله عليه. طيب كامل الوزيرين صحيح زي ما بيقولوا أو زي ما زمايلنا كاتبين ما ينفعش نقول عليه وزير وهو عنده وزارتين. لما قالوا له يا فندم هتعمل ايه انت عندك دلوقتي وزارتين، فبالعقلية العسكرية والخلفية العسكرية الجبارة وهو المفروض راجل مهندس قال لك ايه؟ قال لك انا هشتغل من 8 ل 3 في وزارة الصناعة ومن 3 ل 10 في وزارة النقل. بسيطة يعني، اقدر اشتغل وانا فوق الستين في وزارتين. امال انتوا يعني مفكرين اللي فوق الستين ده ما يعرفش يشتغل وظيفتين ولا ايه؟ لا يشتغل في وظيفتين ووزير، ويبقى هو راس الوزارتين، النقل بكل تفاصيلها وزارة الصناعة بكل تفاصيلها. ليه؟ لان احنا عندنا سوبر ماريو، سوبر وزير، وزير من لا وزير له، على بطنها تنور على ودنها تنور. اللي معدي في الشارع ما عندوش وزير، كامل الوزير الوزير لكل الناس. أيها المواطن المصري اللي مزنوق في وزير يكون بخلفية عسكرية ومهندس وبيهبد ويقول لك امبوسيبل واي بوسيبل، هيلاقي كل ده مجمع هنا في هذا الرجل الوطني الشريف كامل الوزيرين. طيب تعالوا شوف معايا رحلة كامل الوزير قبل ما يكون كامل الوزيرين. شوف معايا فيديو كده سريع توثيقي لاتنين في واحد كامل. رد عليا يا ابني. على الاقل على الاقل من 20 ل 30 عماره ممكن اعتبر يوم مره. وانت ما انت موزع شغل المقاولين، كل مقاول يا فندم يطلع بعمارتين ثلاثه يطلع يجري بيهم وجنبه الاسات شغال. ده عايزين حاجه تطلع كده تخرج من السبب. وان شاء الله ان شاء الله يا استاذ احمد. نعم. انا ما بتمناش الضرر لحد. نعم. ولكن ان شاء الله كل الناس اللي طلعوا وهاجموا وقالوا انت ليه بتقولوا كده وليه تسجنهم هم اللي هيلبسوا في المخلفات دي. هيكمل. نعم. هيكمل اهو. فتحت له الحمام. بيتفرج على الحمام بنفسه. وانا باخد قرض يا استاذ احمد. باخد قرض بجيب بيه بسكوت وبنبوني ولب وشوكولاته واكل، وانا مؤاخذه قطط واكل. نعم. كلاب واكل. ايه احجر عليا احجر عليا. قول لي انت حكومه او انت وزير بتضيع فلوس البلد. تكالف يقول لك ارضي يا عم. انت هبرت انا حلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو احكي وهقول وهكتب مذكرات لان انا عشت مع الراجل ده. ارى الدموع في عينيك كتير. الحمد لله الحمد لله. اصل انا عارف هو عمل ايه في البلد وعارف عمل ايه للبلد. فقلت ساعتها ان انا هكتب مذكراتي وهذكر فيها الراجل ده عمل ايه للبلد. لقيت الرئيس بيتصل الفجر بعد صلاه الفجر. ايه الاخبار يا كامل؟ هو كان عارف ان احنا هنبدا شغل، بيتابع لحظه بلحظه. هتبداوا حفر امتى؟ هنبدا الساعه 4 الفجر. يتكلم 4 ونص، يتكلم 5. عملته كم متر النهارده؟ مليون. كان بياخد التمام. فيوم اتكلم لما الاني اخذت يعني زعلان وزعلان وبكيت. قال لي انت زعلان ليه؟ قلت له يا فندم عشان اول يوم حفر يحصل معانا كده. قال لي وحياه دموعك يا كامل يا وزير اللي نزلت دي، ده ربنا هيوفقنا. تكالف حمولتها اكبر من الحموله التصميميه. نعم. بالتاكيد للطريق العادي. حسبوهم ولا لا؟ بنحاسبهم طبعا. بتحاسبوهم؟ بنحاسبهم طبعا. ما بنسيبهمش. بناخد حق الدوله كويس جدا منهم. لان هو بيدمر في الطريق. يعني انت شايف احنا واقفين. ده ماشي مخالف. ده ماشي مخالف. طب ماشي مخالف كده ليه؟ اتمنى ان حضرتك بقى من خلال الكاميرا بتاعت حضرتك توجه الناس اللي بتعمل كده. الطريق الطريق اللي رايح هناك اهو. ده اللي رايح وهيعدي من عليه عربيه دلوقتي وماشي كل حاجه اهو. العربيه معديه من عليه. ده الاتجاه اللي رايح للصعيد. طب ده ماشي مخالف ليه؟ وبعدين يعمل حادثه اهو قدامه في وشه. ممكن يعمل حادثه واحنا واقفين كده وبعدين في الاخر يقولوا وزاره النقل وهيئه الطرق غلطانه. طب احنا نعمل ايه اكتر من كده؟ من بقول لحضرتك اهو عشان يسمعوني، من 8 ل 3 في وزاره الصناعه ومن 3 ل 10 بالليل في وزاره النقل عشان اتابع الاثنين ان شاء الله باذن الله. وباذن الله ربنا يوفقنا وننجح. مواني من او شركات عالميه من ابو ظبي، عندنا من قطر، عندنا من الصين، عندنا من المانيا، جايين غير اللي موجودين عندنا علشان مش عايز اقول يتخانقوا او يترجوا ان احنا ياخدوا مواني، ولكن يا فندم طالبين مواني وان شاء الله باذن الله تكون هذا كامل مركز استقرار. هذا كامل. رحت وحياه دموعك يا كامل لا تخربها انت والمعلم بتاعك المعلم توحى اللي قاعد فارد نفسه وقلوعه على البلد، وانتوا الاثنين بسم الله ما شاء الله خاربينها وجايبينها لمسه اكتاف. يا كامل تمام يا فندم. اقعد يا كامل اقعد يا كامل. حاضر يا فندم. دي مقومات المهندس كامل الوزير
اللي بقى كامل الوزيرين دلوقتي وانا وانتو والايام ما بيننا، وحنشوف كامل الوزير زي ما خلى على وزارة النقل ملايين مليارات مئات المليارات من الديون او عشرات المليارات من الديون، هيخليها برضو على وزارة الصناعة قريبا وقريبا جدا. طيب نسيب كامل الوزير او كامل الوزيرين ونروح لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، دكتور محمد عبد اللطيف. ها قول معايا كده، قول ورايا اسمه ايه؟ دكتور محمد عبد اللطيف. حرف الدال ده مهم جدا وبيفرق في البرستيج جدا جدا جدا، علشان كده مجلس الوزراء قال ان السيد وزير التعليم الحالي حاصل على الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بأمريكا. مش انا اللي قلت اهو الكلام كله بالأدلة، مجلس رئاسة مجلس الوزراء على موقعها على الفيسبوك كتبت ايه؟ وقد حصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، كما حصل على الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012. ده مين يا جماعة؟ الدكتور محمد عبد اللطيف. نروح لموقع جامعة كارديف سيتي اللي خد منها الدكتور محمد عبد اللطيف. دي يا جماعة مرحبا بكم في جامعة كارديف سيتي. المفاجأة الجديدة ان جامعة كارديف سيتي اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية هي جامعة وهمية بتمنح اوراق وشهادات وهمية ولا يوجد لها حرم جامعي اصلا. عزيزي المواطن، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الراجل ده واخد شهادة دكتوراه من جامعة وهمية، مفيش جامعة يعني حد مسجل باسمها جامعة وخلاص، ومفيش مبنى ومفيش مكان تروح تزور فيه الجامعة دي. زي برضو أعرف واحد واخد شهادة دكتوراه من الدنمارك من محل بيتزا. أي والله محل بيتزا بيبيع بيتزا، بس الراجل اللي كان مالك المحل ده سجله على انه الجامعة العربية الاسلامية الموزمبيقية في شمال اوروبا، وبيدي شهادات، يدي شهادة ماجستير ويدي شهادة دكتوراه. فالدكتور محمد عبد اللطيف تقريبا برضو خد شهادة من محل بيتزا بس هناك في امريكا. الحقيقة ان مفيش حاجة اسمها جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الامريكية. الزميل الصحفي حسام هندي قام بجهد ووضح معلومات خطيرة في عن الجامعة الوهمية اللي حصل منها سيادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف اللي حصل منها على شهادة الدكتوراه. الزميل حسام هندي قام بجهده ووصل للمعلومات اللي هنتابعها من حساب حسام هندي اللي كتبها على حسابه في منصة إكس. قال بالنظر في موقع جامعة كارديف سيتي نجد أن الجامعة وهمية. الجامعة الوهمية استخدمت صورة على موقعها الإلكتروني باعتبار أنها لحرم الجامعة، ولكن الصورة لكلية ترينتي التابعة لجامعة كامبريدج، والعنوان المنشور في الموقع الإلكتروني للجامعة الوهمية أيضا يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن البحث عنه هنا واشنطن دي سي 20036 يو اس اي 16 10 16. ده العنوان، والبريد الالكتروني للجامعة مختلف عن دومين الجامعة نفسها، ودومين البريد الالكتروني معروض للبيع. وبالبحث في ارشيف دومين الجامعة الوهمية نجد انه في 2010 كان يخص جامعة اخرى وليست جامعة كارديف. يعني الناس ممكن تروح على محل بيتزا في كوبنهاجن تشتري شهادة دكتوراه، وناس تانية بتروح أمريكا علشان تشتري من موقع لمباني بيخص مباني تأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة، ممكن تشتري منها برضو الدكتوراه. يا سيدي الفاضل، احنا قدام وزير عنده مشكلة كبيرة ومحتاج يرد على هذه الادعاءات، ادعاءات من حسام الهندي ما تخليهاش حقيقة يا سيدي، ردوا عليه. مش لازم طبعا الوزير يكون دكتور،
بس لما يتم تعريفه على انه حاصل على شهادة الدكتوراه وهو وزير يعني بيراعي ويدير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، تبقى مصيبة كبيرة جدا لو وزير التربية والتعليم مزور شهادة وجايب شهادة دراسية وهمية علشان يقول لنا انه معاه دكتوراه. هنا مربط الفرس. انا واحد من الناس اول ما شفت وزير تربية وتعليم في حياتي كان اسمه كده وزير التربية والتعليم واحنا في ابتدائي، كان احمد فتحي سرور اللي كان بعد كده رئيس مجلس الشعب، وبعدين كان الدكتور حسين كامل بهاء الدين، الواحد فاكر اساميهم لحد النهارده. بصراحه كانوا واليين مكانهم وكان في تعليم وكان عندنا مناهج وكنا بنتعلم كويس. انما دلوقتي الدكتور محمد عبد اللطيف خريج جامعه المبنى بتاعها بتاع تأجير شركات مش عارف انشاءات ومش عارف ايه. يعني بداية القصيدة شهادة دكتوراه مزورة، والحبل على الجرار نسيبه نسيبه ونروح للسيد وزير الشؤون النيابية. صورته مش هنا لان صورته محفورة في قلوبنا. معانا؟ اه ده معانا برضه. هو فين الراجل اللطيف ده؟ الراجل اللطيف ده، الراجل اللطيف ده محمود فوزي. محمود فوزي ده ايه مقاوماته بقى؟ ده اشتغل معاهم في الحكم، في عملوا لجنه كده علشان يقبضوا على الاخوان وياخدوا فلوس الاخوان ومش عارف كان فيها. بعد كده عملوا دستور، هو كان من الناس اللي فصلت الدستور والقوانين اللي عايزها عبد الفتاح السيسي. بعد كده بقى مشرف على الحمله الانتخابيه لمحمود لعبد الفتاح السيسي، قريب جدا من السيسي، علشان كده كافئوا السيسي واختاروا لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هي اسمها كده اهي، اختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. ايه بقى اللي خلى الرجل اللطيف ابو ضحكة جنان ده يوصل للمنصب ده؟ التطبيل يا بيه، التطبيل يا فندم. السيد المستشار محمود فوزي ما شفتش حد من زيه عنده القدرة على التطبيل المباشر على الهواء وبالدموع. لما بيسألوه، وهنشوف الفيديو دلوقتي يعني عن إنجازات السيسي، قالك حجم الإنجازات يا جماعة، حجم الإنجازات اللي عملها السيسي في البلد، أو كما قال في هذا الفيديو كده الأرقام. يعني الأرقام مفزعة، يعني لا يستطيع أحد إن هو يعني إذا حد نظر للأرقام دي بإنصاف شايف الكلام. أرقام مفزعة يا جماعة، أرقام مفزعة فعلا، أرقام مفزعة. علينا ديون خارجية أكثر من 168 مليار دولار، علينا ديون داخلية أكثر من 5 تريليون جنيه، عندنا ناس بتموت علشان مش لاقية تاكل، عندنا بقينا من الشركات المصدرة للسكر. بس لا دي الشركة الإماراتية بتصدر السكر بتاعنا واحنا مش لاقيين سكر، ده موضوع تاني. بقينا بنبيع أرضنا يا جماعة. فعلا التطبيل هيخليك وزير، ودول أميز ناس تعرف انك كل ما تطبل هتبقى وزير. تعال نشوف تعليق على الموضوع بتاع الأرقام يا فندم بتاع سيادة المستشار الوزير. وقتت بيقول لك ايه، عارف وزير الشؤون النيابية والقانونية اسمه المستشار محمود فوزي، كان مستشار في مجلس الدولة وقام بتقديم استقالته ومسك مدير حملة السيسي الانتخابية وكمان رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري. النهاردة بقى السيسي كرمه على تطبيله وعينه وزير. من هو الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والسياسية والاتصال السياسي والحاجات الجميلة اللي السيسي عملها مخصوص علشان محمود فوزي؟ تعال نشوف مع بعض مين هو سيادة المستشار. محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والسياسية والاتصال السياسي، مقرب جدا من جهاز المخابرات العامة أكيد، ساهم في إعداد قوانين لحجب المواقع الإلكترونية خلال عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام. كويس، شاطر، برافو، بيساعد السيسي. عضو سابق بلجنة تقصي الحقائق عقب انقلاب 3 يوليو، الله ده قريب قوي بقى من السيسي،
وشارك في وضع دستور 2014 المعيب الله ورئيس حملة عبد الفتاح السيسي الانتخابية في 2023 وبيعيط من الحجم حجم الإنجازات، بيعيط من حجم الأرقام اللي السيسي عملها في البلد. يعني بيطبل ولا لا؟ أكيد بيطبل. طيب الراجل ده بيطبل ولا لا؟ أسامة الأزهري، أسامة الأزهري برضو بيطبل وماشي على هوا عبد الفتاح السيسي. أسامة الأزهري بيرعى فكرة السيسي خليك صوفي، بس مش الصوفية بتاعت زمان الصوفية الحقة، لا هم عايزين الصوفية بتاعت روح المولد وهز كرشك وقف في الحضرة واضرب حتة حشيش وانت كده تبقى صوفي زي ما عايزك العساكر، بعيد عن الصوفيين اللي بجد. هم عايزين اي حاجة تبقى منظر من غير عقل، اي حاجة من غير فكر، اي حاجة هامشية. يجيب لك عصاية ويقول لك عصاية دي عصاية النبي، تعالى وتروح تبوسها وتتمسح بيها، ولا انت عارف عصاية النبي ولا انت عارف عنها حاجة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش عليكم بعصايتي من بعدي، لا ده قالك عليكم بسنتي. ولكن هم عايزين يشغلوك في حاجة مادية، حاجة تاخد عقلك وما تفكرش كتير، فيجيبوا لك الناس اللي تخليك تتشغل بالهوامش، اللي يخلوك تتشغل بالكلام دون الفعل، اللي يخلوك تتشغل بالقشور دون المضمون. وطبعا مش هيلاقوا اكبر من العمة دي، بسم الله ما شاء الله، ده انت ممكن تمطرها تمطرها يعني. بص ادي شبرين شبرين عمة ما شاء الله، ما شفتهاش قبل كده ولا اي شيخ. يعني في شيوخ الواحد يعني حالفه الحظ وكان قدري ان انا اشوفهم، مثلا لو واحد منهم عطسي طير ده طبعا بعلمه، يعني ما شفتش العمة دي قبل كده، العمة اللي ضربة فوق دي. انما المراد لمصر انك تبقى عند التدين الظاهري. تعال بقى تعال نروح لسيدك الحسين، تعال نروح لسيدك السيد البدوي ومش عارف ايه بتاع اسكندرية ومش عارف القناوي فين ومش عارف ابو الاشبال فين وابو العيال فين، بس انما في مضمون الدين لا، هو مش عايزك تفكر فيها، تبقى وحش وهتبقى اخوان فاحسن حاجه ايه؟ تجيب واحد زي ده بعمه وبيطبل، ده اللي هيخلف مين بقى؟ علي جمعه. طيب نسيب ده ونروح على اسامه عسكر اللي كان واقف في زور السيسي. على ما يبدو السيسي عمل له منصب جديد واداله كتف شديد. الكلام ده عبر عنه الدكتور أسامة رشدي وكتب على حسابه على منصة إكس الكلام ده اللي بيوثق فيه إزاي أسامة عسكر خد كتف. بيقول في ذكرى انقلاب 3 يوليو السيسي يقود انقلابا جديدا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن تمت السيطرة على وزير الدفاع محمد زكي وغدروا به، وكانت هناك مقاومة داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغييره مع رغبة السيسي في تجاوز كل من هم أحق بخلافته من قيادات الأركان وأعضاء المجلس الذين سيعصف بهم. تم اليوم جلب محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر وترقيته لرتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، وهو ليس عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل كان مدنيا. هذا يعني أن السيسي سيقلب معظم قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدء بأسامة عسكر. عايز أقف هنا عند كلام الدكتور أسامة رشدي شوية. دكتور أسامة رشدي قالك أن في انقلاب تاني عمله السيسي مبارح، شال بيه محمد زكي رغما عنه. سيبك من اللي بيقوله مصطفى بكري أنه قال له اعفيني يا ريس أنا كبرت يا ريس ومش قادر على ده كلام فاضي تحكوا بيه على الناس. إنما الطريقة اللي تم بيها تعيين الرجل عبد المجيد صقر اللي كان مدني، ويعني آخر حاجة عملها هو في محافظة السويس إنه جاب عمر كمال يتصور معاه. عمر ده اللي هو بيغني إيه؟ عمر كمال فكروني يا جماعة، هو من السويس، بنت الجيران شغلان أنا عينيا ولا مش عارف إيه ولا شغلالي عينيا. ده وزير الدفاع دلوقتي، لو جبتولي الصورة أكون شاكر جدا. وزير الدفاع بتاع دلوقتي ده عبد المجيد صقر، يعني اعظم حاجه عملها وهو محافظ للسويس اتصور مع عمر كمال، لان عمر كمال ابن السويس تمام،
وراجل مدني وخلاص وبياكل بقى صبيت وجمبري في السويس والدنيا تمام اهو مقضيها بقى، ولبس لك الحته ايه الزيتي ولا من عارف ايه وبتصور مع الفنان والدنيا لطيفه زي ما انت شايف كده. وفضل يتقال لحد امبارح الصبح ان محمد زكي، ولا اول امبارح الصبح بالليل، ان محمد زكي هو وزير الدفاع، لحد ما حصل اللي سماه اسامه رشدي، هتقولنا التويته تاني، اللي سماه اسامه رشدي انه انقلاب، انهم سيطروا على محمد زكي وشالوا محمد زكي وشالوا رئيس اركانه اسامه عسكر، وبكده السيسي قاد انقلاب للمره الثانيه على المجلس العسكري هذه المره. عربي بوست بتقول لك اقاله رئيس الاركان اسامه عسكر تثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف فسر المصريون قرار السيسي؟ الناس شافت ان كان فيه انقلاب عسكري زي ما قلت لك، وده سوقوا بعض المصادر الاسرائيليه، والبعض التاني قال ان السيسي لقاها فرصه يتخلص من محمد زكي ومن اسامه عسكر ومن اخر شركائه في الانقلاب اللي عمله من 11 سنه. عبد الحميد قطب، صحفي عبد الحميد قطب، كتب رايي في الموضوع ده وقال: هل اطاح السيسي بالفريق اسامه عسكر بسبب هذه الصوره؟ ايه الصوره دي بقى؟ تعال اقول لك ايه الصوره دي. الصوره دي فيها الفريق اسامه عسكر قائد اركان الجيش المصري من حوالي شهر او شهر ونص، كان في زياره لتركيا. واقف فين؟ واقف في مصنع بيرقدار بتاع الطيارات المسيره، واللي جنبه ده مين؟ اللي جنبه ده الشاب ده نسيب اردوغان، جوز بنت اردوغان، ده المهندس اللي عمل الطيارات المسيره التركيه، البيرقدار والكزيل إلما، التفاحه الحمراء وغيرها. وهو هناك الفريق اسامه عسكر اتفق مع بيرقدار انه يستورد الطيارات دي لمصر. هنا عبد الحميد قطب بيطرح تساؤل مش بريء: هل الصوره دي كانت سبب في ان السيسي يطيح باسامه عسكر؟ ربما يكون الصوره دي واسباب اخرى، لان السيسي مش عايز رجال اقوياء او مش عايز حد قوي، واسامه عسكر في الجيش قوي. ده مين؟ ده سلجوق بيرقدار، اخوه خلوق بيرقدار، الاثنين عندهم مصنع بيرقدار للطيران المسير. والصوره دي زي ما بيتساءل عبد الحميد: هل هي سبب لإزاحة أسامة عسكر من المشهد؟ ربما، بس الأكيد إن مش دي بس السبب. السيسي مش عايز أي أقوياء جنبه أبدا. جمال سلطان كتب في الموضوع ده، الكاتب الصحفي الزميل جمال سلطان، وقال: حتى منتصف اليوم الأربعاء كانت مواقع الصحف الحكومية المصرية تعلن كشف أسماء وزراء الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم، خالية من تحديد وزارة واحدة واسم وزير واحد، هي وزارة الدفاع واسم وزير الدفاع. فجأة قبل قليل السيسي يمنح اللواء عبد المجيد صقر وهو خارج الخدمة رتبتين عسكريتين في وقت واحد، فريق ثم فريق أول، ثم يعينه وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش، ويعزل فجأة الفريق أول محمد زكي. هناك أزمة في المؤسسة العسكرية بدون أدنى شك. هو مين اللي عمل الحركة دي قبل كده؟ فاكر مين اللي عمل الحركة دي؟ محمد مرسي، الرئيس مرسي، لما جاب طنطاوي وسامي عنان قعدهم في أوضة، وجاب السيسي في الأوضة الثانية وأعلنهم أنهم تم إقالتهم وعين السيسي. ده اللي عمله السيسي امبارح لما أقال الاثنين، وزير دفاعه محمد زكي ورئيس أركان الجيش خالد عسكر، وجاب عبد المجيد. عبد المجيد صقر لواء، خد رتبتين مرة واحدة، فريق وفريق أول، ومدني وما بيخدمش ومش عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن لما جابوا على أساس الثقة. أصل بيقول لك أصل مرسي كان بيجيب الناس عشان الثقة مش عشان الكفاءة، هو برضو جابه عشان الثقة لأنه خدم قبل كده واشترك في الانقلاب وكان معاه في الشرطة العسكرية بيساعده علشان يمسك بقى البلد بعد الانقلاب والكلام ده كله. طيب، السيسي عنده مشكلة في القوات المسلحة أكيد. القوات المسلحة فيها خلافات
فاحت ريحتها امبارح اكيد. هتقول لي بص وما تقولوش بقى اصل انتوا كنتوا بتقولوا الانقلاب يترنح. لا يا عم انا عمري ما قلت لا يترنح ولا يتمرجح، بس انا بقول لك دلوقتي ان في خلافات داخل القوات المسلحه المصريه عبر عنها الطريقه المهينه التي تم بها اقاله وزير الدفاع محمد اسمه ايه، محمد ايه اللي مشوه امبارح ده، محمد زكي، ورئيس اركانه خالد عسكر. دي طريقه مهينه انك تفضل لاخر لحظه عمال تعشمه وتعشمه، وبعدين تجيب واحد من بره الخدمه مدني اخر طموحه زي ما احنا شفنا كان واقف يتصور مع عمر كمال وتعينه بعد ما ترقيه ترقيتين مره واحده. يبقى في حاجه بتحصل في القوات المسلحه، خاصه انك جايب واحد من بره المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وده مخالف مش هقول لك القوانين، للاعراف بتاعتكم، الأعراف العسكرية. بص يا سيدي، ونص الدستور المصري على محددات لاختيار وزير الدفاع، حيث نصت المادة 234 على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أشارت المادة 201 إلى أن وزير الدفاع هو القائد الأعلى أو القائد العام عفوا للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها تمام. ده فين الكلام ده؟ الشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط. طيب يعني يعين من بين ضباطها، يعني ما يكونش بره الخدمة وما يكونش محافظ في موقع مدني. كل ده خلفه عبد الفتاح السيسي. يا ترى صدفة ولا في خلافات حقيقية؟ وأكد لحضرتك إن في خلافات حقيقية داخل القوات المسلحة. طيب نروح لتفاصيل تانية بتخص المحافظين. مواقع إعلامية مصرية حذفت خبر تعيين اللواء خالد شوقي محافظ لمحافظة أسوان. ده الخبر اللي قالته ونقلته العربي الجديد. نشوف مع بعض تفاصيلها أو تفاصيل الخبر. حذفت مواقع إعلامية مصرية تابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم الأربعاء الأخبار المنشورة على المواقع التابعة ليها بشأن تعيين اللواء خالد شوقي محافظ لأسوان ضمن قائمة تعيينات المحافظين اللي اعتمدها عبد الفتاح السيسي. في اللحظات الأخيرة أدى اللواء إسماعيل محمد كمال إسماعيل محمد كمال اليمين الدستورية أمام السيسي محافظة لأسوان خلفا للواء أشرف عطية، بعد نشر أخبار على مواقع الدولة تفيد بتعيين اللواء خالد شوقي اللي ورد اسمه في فضيحة اتهام السيناتور الأمريكي الديمقراطي روبرت مينديز وزوجته بقبول رشاوي تتعلق بثلاثة رجال أعمال مصريين في ولاية نيوجيرسي. يبقى كان عندك خالد شوقي كان هيبقى محافظ لأسوان، ولكن بسبب الفضيحة بتاعت أمريكا مجاش محافظ لأسوان، زي ما كان سامح شكري ممكن يفضل كوزير للخارجية بس بسبب فضيحة الرشوة في أمريكا برضو مجاش للوزارة واتكل على الله. طيب السيسي بيجري تعديلات الآن في القصر الرئاسي. السيسي يجري تعديلات في القصر الرئاسي، ده خبر بتنقله لنا برضو العربي الجديد. السيسي بيحاول يغير كل حاجة وكل حد حواليه دلوقتي، بيحاول يغير تغييرات أو بيحدث تغييرات في القصر الرئاسي زي ما التفاصيل اللي جابتها العربي الجديد بتقول لنا إن السيسي عمل تغييرات متعددة ومختلفة في القصر الرئاسي بعد وقت قليل جدا من إعلان التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي. أبرز التغييرات دي اللي عملها السيسي في القصر الرئاسي كان تغيير مدير مكتبه اللي هو محسن عبد النبي اللي صعد نجمه في فترة من الفترات، حيث كان يصاحب السيسي في معظم جولاته الخارجية، وتم تعيين وزير العدل السابق عمر مروان بدلا منه. شالوا محسن عبد النبي اللي هو محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي، وجابوا المستشار عمر مروان بقى مدير مكتب للسيسي. طيب التطبيل هيخليك وزير زي ما اتفقنا، صحيح التطبيل هيخليك وزير. شوف معايا الكاتب الصحفي انور الهواري وهو بيقول رايه بخصوص الحكومه القديمه الجديده.
بيقول ثورة يوليو 1952 ألغت الأحزاب السياسية واختصرت السياسة في جهاز الدولة، فأصبح الوزراء والمحافظون يأتون من الجيش والبوليس والقضاء والجامعات والبيروقراطية الإدارية، وهذه كلها جهات فنية وليست تيارات ولا أحزاب ولا قوى سياسية. اثنين، استفاد عبد الناصر والسادات وأوائل عهد مبارك من الكوادر المتميزة التي تشكلت في العهد الملكي، ثم السنوات الأخيرة من مبارك أدخلت رجال الأعمال الوزارة والنفوذ عموما. ثلاثة، ثم دولة 30 يونيو 2013 ألغت السياسة من بابها، فلا سياسة يمارسها جهاز الدولة ولا سياسة يمارسها المجتمع، فقط حاكم فرد يستحوذ على كافة السلطات بين أصابع يديه، فلا فكر سياسي ولا دولة سياسية ولا مجتمع سياسي ولا طبقة سياسية ولا رئيس سياسي ولا برلمان سياسي ولا وزراء سياسيون، فقط حكم القوة المجردة الصريحة الواضحة المباشرة، أي تصحر سياسي حتى يكون للوزارة معنى وحتى يكون للوزراء قيمة. يلزم استعادة السياسة وتمكين المجتمع من ممارسة السياسة، وهذه الممارسة كفيلة بتدريب وتمرين وتأهيل وتخريج كوادر سياسية تأتي من صفوف الشعب وتفقه معنى العمل العام وتكون لديها البصيرة بكيفية إدارة الدولة في خدمة مصالح الشعب. إلغاء السياسة تم بجرة قلم، لكن استعادتها يحتاج وقت وجهد ومحاولات كتيرة حتى تستقيم الأمور. الكاتب الصحفي أنور الهواري بيختصر مشكلة وأزمة السياسة في مصر. طيب نروح لتعليق ورأي للدكتور مراد علي بيخص برضو الحكومة والسياسة. تغيير وزير الدفاع في مصر منطقي جدا، يتسق مع نهج القيادة السياسية وعقيدتها، كما أن تعيين شخصية من خارج المجلس العسكري ليس لها سابق شعبية أو علاقات داخل الجيش ولم تتولى أي منصب في قيادة أحد الجيوش أو الأسلحة، يتفق تماما مع الدور المطلوب من الجيش المصري في الفترة القادمة، أنه يبقى راجل طيب يسمع كلام السيسي، ملوش نفوذ ما بيحكمش وملوش كلمة على حد وما يتخافش منه انه يعمل انقلاب عسكري ولا حاجة. فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الاسبق ليه رأي كتبه هو كمان، وقال فيه خبر عاجل عن بدء مراسم حلف اليمين، وفي ذات الوقت اخبار مجهلة عن مصادر مجهولة لسي بي سي واكسترا وغيرها من القنوات بان فلان وزير كذا وفلان وزير كذا، وكأن الامر سر حربي. لماذا لا تزاع المراسم على الهواء؟ لماذا لا تعلن أسماء الوزراء والمحافظين وسيرهم الذاتية؟ ما هذا المخاض الصعب العسير؟ هو في إيه؟ لا حقيقي هو فيه يا جماعة. مأمون فندي، الدكتور مأمون فندي كمان كتب تعليقا على الحكومة المهترئة وقال كان نفسي علق على التغيرات أو التغييرات الوزارية والمحافظين في مصر، ولكننا كما يقول الخواجات بمعنى لا في العير ولا في النفير أو ما تستهلش، وذلك لأن هؤلاء ليسوا خدام الشعب بل خدم عند الرجل الوحيد، كما يكتب كتابنا للقارئ الوحيد ويرقص بهلوانات التيك توك أو التوك شو لإرضاء المشاهد الوحيد. التوحيد أساسي لو كان بالله، ولكن عندما يكون للفرد فهو شرك بأي تنوين تريد ده كلام دكتور منير مأمون فندي. الحقوقي جمال عيد على الحكومة وقال الواحد محتار هل يوزع ورد وحلويات بمناسبة رحيل سامح شكري عن وزارة الخارجية، ولا يوزع قهوة سادة ويبكي على تولي بدر عبد العاطي وزارة الخارجية، بؤس مضى وبؤس قادم. عربي الجديد بتقول لك الحكومة المصرية وزراء لاحقتهم شبهات فساد ومفاجأة في الدفاع زي ما تابعنا مع بعض. طيب عايزك بقى تركز معايا وتشوف نموذج من النماذج المتكررة، بمعنى فاكرين البرنامج اللي كان بيجي برنامج الترفيه بتاع زمان بيقولك اديني عقلك، انا عايزك تديني عقلك. يوسف الحسيني في سكريبت لبس الأمل
بيقول لك مفيش حاجة أثرت فينا كشعب حتى الكورونا ولا أي حاجة أثرت فينا. اسمع معايا كده عشان تفهم إزاي السكريبتات بتتكتب وبتتوزع زي ما الأخبار بتتكتب وبتتوزع على الكل. شوف كده. هل مصر قادرة على أي تحدي؟ أنا بقول لك آه مصر قادرة على أي تحدي، ومفيش حاجة وقفت قبل كده قدامنا. إحنا عدينا كل حاجة، يعني بالأمس القريب، مش القريب جدا، إحنا مرينا بتحدي كورونا وعدينا، مرينا بتحديات الحرب الروسية الأوكرانية وعدينا، ولا زالت هناك تحديات إقليمية اللي في فلسطين، اللي جنوب لبنان، اللي السودان، اللي يعني حدث ولا البحر الأحمر حدث ولا حرك. وأنا بقول لك أهو هنعدي. إحنا مرينا بالتحدي المتعلق بسعر العملة، الجنيه، التضخم، مش عارف إيه، وحصل استقرار في السعر فعلا. هنعدي يا جماعة، الكورونا ما أثرتش فينا. خد بقى يا مواطن جرعة أمل، خد جرعة الأمل وثق إن إحنا هنعدي والحكومة الجديدة هتعدل الميلة. بس أنا عايز أفكرك بيوسف الحسيني اللي بيوزع عليك الأمل دلوقتي، اللي من 3 سنين طلع يقول لك لولا أزمة الكورونا لكان الدولار دلوقتي يساوي 13 جنيه بس، مع إنه قال لك دلوقتي إن الكورونا ما أثرتش فينا. هو بينسى بس إحنا ما بننساش. افتكر معايا كده، لو ما كانش في كورونا كان إيه اللي هيحصل؟ كان ينزل حبة قدهم يعني؟ يعني ينزل له 2 جنيه وشوية؟ يعني كان ممكن نلاقي انه احنا في يناير 2021 الدولار كان ممكن يوصل ل 13 وشويه. لكن الكورونا مش اختراع مصري، الكورونا حصلت في العالم. ازمه الاقتصاديه بتاعت الكورونا مش اختراع مصري، ده حصلت في العالم وعرفنا نعدي بيها، عرفنا نعدي. سبحانك يا رب. لا تتعجب عزيزي المواطن، فهو يوسف الحسيني يؤدي الدور اللي مقصود او المطلوب منه، يؤدي الدور اللي اتطلب منه. اطلع قول للناس احنا ولا حاجة هتعطلنا، ده احنا الكورونا ما عطلتناش دلوقتي بعد 3 سنين. انما ايام كورونا يقولك لولا الكورونا كان زمان الدولار ب13 جنيه بس. كلام بيتباع بيه على الناس. بس الحمد لله ناسنا عاقلين وما بقوش يشتروا، ناسنا واعيين وفاهمين ان كل ده ركش. غريب اللفظ بيقولون الناس في مصر، بيقول لك ركش، كل ده ركش ملوش لازمة، كل دول هفاءات ملهمش قيمة. علشان كده عملنا النهاردة في محاكاة في الدولة العبيطة أوجه التشابه ما بين حكومة السيسي وحكومة كوريا الشمالية. هنشوف التقرير وبعدها هنفتح استديو صوت الناس لأصوات كل الناس. عايزين نسمع من حضراتكم وانتوا بتعبروا عن قناعاتكم، وانتم بتقولوا ارائكم بمفرداتكم. مش هنتبنى رايك ولا هنعرضه، ولكن هنعرضه كما هو من مصدره، ومصدره حضرتك. تقدروا تتصلوا بينا من دلوقتي وتكونوا معانا على الهواء بعد التقرير في فقره جديده من الدوله العبيطه، اوجه التشابه بين حكومه النظام العبيط وحكومه كوريا الشماليه. نشوف ومستنيكم بعد التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم وفقره جديده من فقرات الدوله العبيطه. زمان قبل ما نسيب مصر غصب عننا كان التطبيل مختلف عن دلوقتي. يعني اقصى تطبيله ممكن تشوفها ان واحد يقول لسيسي مثلا انت زي سيدنا ابو بكر، مع فارق التشبيه طبعا للصحابي الجليل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. النهارده بقى في 2024 التطبيل راح في حته تانية خالص. النهارده الرجاله بتعيط بالدموع للسيد القائد عبد الفتاح المكسيكي، والهدف من العياط هو نيل الرضا يرضى عشان وزارة ما أو طمعا في منصب معين. السيد الوزير كامل الوزيرين مثلا عيط في حب السيسي وقال له أكيد تقول فنم إحنا أول يوم حفر ما كان عيطت فعلا بكيت. بذمتك ودينك عزيز المواطن كامل جراله حاجة؟ بالعكس، ده بقى وزير النقل ووزير الصناعة، حاجة كده زي ما تروح للحلاق وتقول له شعر ودقن مع بعض. لكن احنا محتارين، ازاي يا سيادة الوزير قدر تطبيلك يغلب هرمونات مخك؟ ازاي عرفت تخدع احاسيسك وتعيط؟ يخرب بيتك، ده انت سرك باتع يا جدع. لقط الخيط على طول مدير حملة السيسي الانتخابية، واحد كده بمجرد ما تشوف وشه هتقول ده مطبلاتي صنايع يعني، محمود فوزي. حودة فهم الفول وقرر ان اللي هيعيط من الرجالة هيبقى وزير، عارف ان هي دي التكة اللي هتخليه في منصب الوزارة. يسكت ابدا. محمود درب فيزياء دماغه على انها تعيط عند ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح المكسيكي، وبعد حزق كتير جاله الفرج. احمدك يا رب. الارقام
أرقام مفزعة يعني، لا يستطيع أحد أن هو يعني إذا حد نظر للأرقام دي. ومن وقتها وإحنا محتارين، هم السادة الوزراء بيعملوها إزاي دي ولاد اللعيبة؟ فضلنا نفكر ونفكر لحد ما عرفنا لمؤاخذة المرض جاي منين. المرض جاي من كوريا الشمالية، لما أكبر الرئيس كل العاملين معه بالبكاء في يوم معين، العاملين كلهم عيطوا. ها والله حتى شوفوا كده. وكأن كل ديكتاتور بيحب اللي بيحبوه او عايزين يظهروا ان هم بيحبوه يعيطوا في حبه ويزرفوا من الدموع. ازرف دموعك علشان الزعيم القائد. معايا احمد في اول اتصال، خلينا اسمع من احمد. اهلا يا استاذ احمد. استاذ احمد معايا؟ يا استاذ احمد. طيب هو مش معانا. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. اهلا بيك، اتفضل. ايوه يا استاذ احمد اتفضل. لا اتفضل انت، والله احنا هنا. والله انا شايفه، احنا قاعدين هنا. والله اللي انا شايفه، بص يا استاذ احمد، والله اللي انا شايفه كمواطن مصري، ان جالنا شويه لصوص مجرمين حراميه منتفعين مطبلاتيه، زي الحرام بتاع وزير الجديد الخارجيه ده، الحرام بتاع السجاده، ماشي، بيقسموا اليمين قدام حرامي وكذاب. فيا اللي مستني السمنه تيجي من بطن النمله، لا انت بتطبخ ولا هتقلي. ومصر عمرها يا استاذ احمد لا تطبخ ولا هتقلي مع وجود الاشكال الكوذره دي، الحراميه المرتشين. طبعا استحاله واحد صالح هيجيب ناس صالحه. المثل ده تقريبا اتلغى يا استاذ احمد. المثل ده اتلغى، ده المثل ده قديم قوي قوي يعني، مستني السمنه من بطن. هو ده بعتني من بطن النمله، هتقلي ولا هتطبخ. شكرا يا استاذ احمد، بشكرك جدا. حسام من ايطاليا، استاذ حسام اهلا بيك. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. برايك ليه السيسي بيحب يجيب وزراء على راسهم بطحه او بطحتين؟ ما عشان هو ضعيف. انا نفسي يعني هسال سؤال يا استاذ احمد، السيسي دوت مؤهله ايه؟ هو اقصى جميع المثقفين والدوله دلوقتي هو واولاده بقى فقط بيديروها. أنا نفسي أفهم دي مؤهله إيه؟ مصر كبيرة وأكبر من كل اللي بيعملوه، حتى لو الجيش مسانده مصر أكبر منه من كل اللي بيعملوه دوت. وبعدين الحسين اللي بيقول لك كورونا وكورونا، ده مصر الوحيدة اللي استفادت من كورونا. الكلام ده تقوله في البلاد الديمقراطية اللي بتخاف على شعوبها وبتقفل وتديهم فلوس. إحنا أصلاً الطيران بتاعنا كان شغال ينقل جميع العالم اللي هم مهمين في الدول التانية. انت قفلت يوم في كورونا، اديت حد اللي كان بينزل من الخارج، كنت بتموته بتاخد منه الاف الجنيهات عشان تحجزه وتعمله. فكل دي بقى الشماعة تقريبا هي انكسرت. وبعدين اما يجيب لواء مستقيل وقاعد في المدنية وفي عنده قاعدة، يبقى دي في غليان في الجيش. يعني في غليان في الجيش دي بتاكد. طيب خليني اخد كلامك ده يا استاذ حسام واسال بيه ابو فادي. بشكرك جدا ابو فادي معايا. برايك يا ابو فادي، لما يجيب لواء وينططوا درجتين يعملوا ترقيتين وهو مش شغال ومش في المجلس العسكري ولا في القوه ولا عامل يعني في الجيش، ويعينوا وزير دفاع، هو في مشاكل في الجيش برايك؟ ده كان لابس قفطان وقاعد في البيت، جابه واي حد قوي مش هيقعد معاه. هو اي حد قوي او بيفهم او امين مش هيقعد معاه. هو بيجيب بوق يمرر عليه كل الفتات اللي هو عايز يمرره. لكن انت بقى الراجل العسكري اللي اتطور مع بيرطار والكلام ده، يبقى راجل هيبقى انترناشونال، راجل هيبقى اعلامي، يبقى لازم ده مش موجود. ده ما يبقاش موجود في المشهد. وعايز واحد جاهل، واحد بلطجي، عايز مخنوق، عايز البلطجي التاني، هو ده المناخ اللي بيعيش بيه. لكن يعيش مع حد محترم او قوي او رفتار والكلام ده، يبقى راجل هيبقى انترناشونال، راجل هيبقى اعلامي، يبقى لازم ده مش موجود. ده ما يبقاش موجود في المشهد. وعايز واحد جاهل، واحد بلطجي، عايز مخنوق، عايز البلطجي التاني، هو ده المناخ اللي بيعيش بيه.
لكن يعيش مع حد محترم او قوي او امين لا، دي بسكته. واخد بالك؟ يجيب جزمه يحط فيها المصابير نيكسا، وكل واحد من دول عباره عن مطمار. جزمه ميري، احنا اصلا لا بنعرف اسم الوزير ولا بنعرف اسم المحافظ، بس بنعرف افعالهم يا ابو فادي، بنعرف افعالهم لانها بترجع على الناس بالخراب. ما هي افعالهم، هم جايبين، هو جايب ابواق يمرر فيها كل اللي هو عايزه. واخد بالك؟ لكن انت هتجيب بقى واحد في الحربيه يهدد امن اسرائيل مثلا، ولا يكون راجل ممكن يقول له لا اتق الله، او مثلا يبقى عنده وطنيه؟ ده حتى الوطنيه بقت غاليه، مش الالتزام بتاعه الله، الوطنيه بقت غاليه. شكرا يا ابو فادي، بشكرك جدا. يا ترى ابو اسلام متفق معاك ولا لا؟ اسمع منه. اتفضل يا ابو اسلام. استاذ احمد ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله، تحياتي ليك ولاسره مكملين كلها. ربنا يخليك يا رب. بيقول لك في قلق في الجيش واهانوا محمد زكي واسامه عسكر وبتاع، الكلام ده بجد ولا اشاعات؟ والله هو التغيير ده كله معمول عشان محمد زكي واسامه عسكر. وبعدين حضرتك بتتكلم على وزير التعليم يا استاذ احمد، ده جاي راجل مناسب في المكان المناسب. هو في تعليم في مصر؟ يعني الراجل معاه شهادة مضروبة لدرجة انه يجيب شهادة دكتوراه مضروبة؟ ما هو التعليم مضروب في مصر يا استاذ احمد. اه متماشي مع الحالة يعني. ماشي مع الحالة يا عم الحاج. ايوه تمام، مش تقول لي. كل سنة طيب يا عم ابو اسلام، ربنا يخليك يا رب. وانت طيب يا حبيبي، مع السلامة. دعواتك، مع السلامة. وليد من البانيا، ازيك يا وليد، عامل ايه؟ حبيبي يا ابو عبد الله، اخبارك ايه واخبار البانيا ايه على حسك؟ تمام الحمد لله. بقول لحضرتك ايه علشان ما اخدش من وقت حضرتك والمستمعين كتير. اتفضل يا فندم. هنتكلم في اربع نقط زي المره اللي فاتت. اتكلم مع حضرتك يا استاذ احمد، اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. حلو. ومعنى ان انا كنت بنزل بلد وبشوف حاجات وشايف ان انا عندي اصحابي كتير مع وضد، تمام؟ فكون ان انا واقف في الوسط ده ما يخليش المكالمه تنزل ويتكتب عليها مؤيد للسيسي. انا مؤيد للسيسي معاذ الله، تمام؟ يعني حضرتك البرنامج بتاعك من البرامج يا وليد، من البرامج اللي وليد يعني اقول لك حاجه، اتصلت بيك علشان اقول بس قدامنا، اقول لك حاجه، اقول لك يا استاذ احمد، طب ما دخلتش على الخط على طول. حلو. طب اقول لك حاجه، يعني انا نقط ورد عليا بعدين. انا ده شغلي، انا ده شغلي، انا مش بعمل سوشيال ميديا، انا مش بعمل مقاطع على السوشيال ميديا، واخد بالك؟ فبتوع السوشيال ميديا ده شغلهم زمايلنا وكل حاجه، بس ده مش شغلي. اتفضل. انا عايز اقول ان البرنامج حضرتك من البرامج اللي الواحد بيتصل يدخل على طول يعني، تمام؟ انت يسعدني وجودك والله يا وليد، بالعكس يسعدني وجودك. النقطه الثانيه يا استاذ احمد، النقطه الثانيه يا استاذ احمد، اعتقد ان حضرتك بتخاطب، او اتمنى ان حضرتك تكون بتخاطب، او الناس اللي صغيره في السن ما تنساش ان الراجل ده ليه كتير في الحكم. فاللي كان موجود وهو لسه داخل، والدكتور مرسي الله يرحمه موجود، سنه دلوقتي حوالي 15 سنه. يعني انت المفروض الناس اللي بتفهم كلامك دي بعد ال 30، اتمنى ان الصغيرين يكونوا فاهمين وعارفين كلامك، لان هم دلوقتي ما عندهمش في المدارس عقبه ابن نافع، هم عندهم حاجات مختلفه تماما عن اللي احنا اتعلمناه. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي انا عايز اعرفه، بس سؤال عايزك تجاوبني عليه براحتك في اي وقت انت عايزه، تمام؟ احنا 22 دوله عربيه و57 دوله اسلاميه من غير ميانمار وفلسطين، تمام؟ الناس دي لو قفلت على بعض وقعد ما يعني الموضوع، على فكره يعني ماشي، انا عارف ان مصر موجوده، بس الموضوع اساسا موضوع عربي اسلامي بحت، تمام؟ والناس الثانيه دي بتقف وبتجهر وبتقول احنا مع بعض وضد اي حاجه. ليه احنا ما عندناش، مش هينفع اقول الكلمه دي، ليه احنا ما عندناش الحاجه دي ان احنا نقعد مع بعض ده احنا 60 دوله من اصل 198 دوله في العالم. ابقى جاوبني على النقطه دي بعدين. لا خليك معايا واجاوب. لا خليك معايا واجاوبك. النقطه اللي بعد كده لا خليك، لا لا استنى، النقطه اللي بعد كده هنسى. ما انا عقلي مش دفتر برضو، واحده واحده ملوقاني يعني. خليني اجاوب عليك واحده واحده يا عم وليد. ليه احنا مش متجمعين؟ علشان في إرادة دولية ان الدول العربية والدول الإسلامية ما تكونش متوحدة، لان اخر مرة الدول دي توحدت كان في حاجة اسمها الخلافة، ودي كلمة ما بقتش يعني مطلوبة، وما بقتش كلمة مستساغة عند بعض الأنظمة، وكثير من الأنظمة
اللي ما بتحبش يكون فيه التجمع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، علشان كده بييجوا على الدول الكبيرة ويقزموها ويضعفوها ويحطوا على رأسها حكام هفأ علشان يضمنوا ان هم ما يتحدوش مع حد ويضمنوا ان هم يسمعوا كلامهم هم وبس. نقطة ومن اول السطر وليد، من اصل 198 في العالم. ما علينا، هو ده انت عايز ردي، ده ردي. اتفضل. انا خلصت، ده مش انت عايز رد، انا بقول لك ده ردي على النقطه اللي حضرتك قلتها. جميل. النقطه اللي قبل الاخيره، لا الاخيره، علشان انا عندي متصلين اخرين يا استاذ وليد ومش عايز أتأخر. الراجل ده ايا كان انت احنا نسميه ايه او هو صفته ايه او هو كليته ايه، المفروض ان احنا ما نتعاملش معاه لان هو غبي، لان هو فعلا اذكى مننا كلنا، والدليل على كده انه قاعد لحد دلوقتي. لا هو مش قاعد بذكائه، انت قلت انك انا اقول لك، هو برضه هو مش قاعد بذكائه، هو قاعد بالقوه وقاعد بالارهاب وقاعد بالسجن وقاعد بالقتل وقاعد بقوه الدبابه والسلاح. بشكرك يا وليد، بس برضو هو مش قاعد بذكاء ابدا، لان ذكاء ايه اللي خلى الدولار ب 50 جنيه؟ صلى على النبي يا وليد. ام محمد من مصر معايا، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة، زي حضرتك؟ ازيك يا استاذنا احمد، عامل ايه؟ الله يبارك في عمرك يا رب. اتفضلي يا فندم. استاذ احمد انا مش مستغربة للانسان ده لما يغير او يبدل او يعمل. يا استاذ احمد، ده هم بيبينوا خيانتهم لبعض. الانسان ده خاين غدار، غدر الراجل وهم كانوا معاه مساعدينه على خيانة الراجل وغدره وغدروا يا عيني، لأن هو الراجل كان طيب وأمنهم ومسى معهم بإخلاص. تكلميني عن الواقع دلوقتي. أنا دلوقتي يا حاجة يعني كانوا بيقولوا محمد زكي هو الوزير، بعدين في آخر لحظة جابوا واحد من بيتهم ورقوا درجتين وشال محمد زكي وشال أسامة عسكر. أنا قلت خالد عسكر، أنا آسف، أسامة عسكر. هل ده بيعبر عن أن في مشكلة في الجيش؟ لا، هو ما فيش مشكله في الجيش، ده هو اللي هيصنع مشكله ان شاء الله. ده هو اللي هيصنع مشكله، ما الجيش كان معاه، مش هم دول الجيش اللي ساعدوه وعملوا حاله تمرد وهو اللي وقفوه. خلاص هو بيغدرهم كده وبيغنيهم وبيغدرهم وبيخونهم كده. ربنا يقومهم على بعض، ربنا يا رب يقومهم على بعض ويبقى اكتر واكتر. لا ده احنا بنتفرج عليهم يا استاذ احمد، هو انسان خاين وغدار، غدار وغبي. فهو اول ما بيقدر بيضرب باللي جنبه اهو، باللي بيرفعوه، زي ما قدر هو بمحمد مرسي. فهو بيضرب دوره، كل واحد له دور. شكرا ليك يا ام محمد. اذا احنا في حاله غدر من عبد الفتاح السيسي باركان نظامه اللي ساعدوه قبل كده على الغدر اللي قام بيه في 3/7 وفي 30/6 بالرئيس محمد مرسي رئيس المنتخب. استاذه حنان من مصر، اهلا بحضرتك يا فندم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. لا بقول لحضرتك، شال حبة وزراء حرامية وفاسدين وفشلة وجاب حبة وزراء أفشل منهم، يعني درجة تانية. حضرتك يعني عندك أولاد في المدارس والجامعات؟ نعم حضرتك؟ في طبعا. أيوة. طب لما تسمعي إن وزير التربية والتعليم جايب رسالة دكتوراه مزورة أو جايبها من حد من 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 شركة أو حاجة بتبيع الشهادات دي، تأمني على أولادك في التعليم بعد كده؟ لا طبعا، يعني معلش، يعني لو كان رب البيت بتدف ضريب فشيمة اهل البيت الايه، يعني طبعا اخاف اكيد، وهخاف طبعا اقول ابنها، يعني معلش لو دخلت لهم كلمه ولا حاجه اقول له ما تاخدش منه كلام، عشان ده اصلا مزور جايب شهاده بالتزوير، يعني ده فساد. يعني معلش سامحني، دكتور في ايه جايب دكتوراه منين؟ طب ما احنا بنروح روسيا نجيب دكتوراه وهنا انت رايح مش عارفه مين. طب ما مصر مالها لما تجيب منها دكتوراه وتبقى دكتور فيها ولا ده وتبقى موثقه، وده ليه بتروح بره بتجيب؟ عشان انت اصلا فاشل، ده واحد فاشل وراح ده ومكان فشل وراح جاب منه دكتوراه، اصلا لا دكتوراه ولا حاجه. طب ابني هيقول لي ايه يا ماما؟ هيبقى ده قدوته؟ ده مثله الاعلى ان وزير التعليم كذاب وحرامي؟ حضرتك بص، احنا عايشين في كذب وفساد، معرفش والله العظيم، احنا لو نلاقي مخرج نخرج من البلد دي اقسم بالله العظيم انا كنت خدت ولادي. انا اقول لك عندنا واحده بسبب الكباري اللي هو عاملها دي، والله انا بقول لك ده حقيقي. كان لها من حوالي سنتين كده عربيه ضربت الكبري ومات في اعدادي،
تاني سنه اللي هي السنه اللي فاتت ابنها الكبير في الثانوي عربيه خبطته وعمل حادثه وربنا شفاه. هي بقى السنه دي والله والله قبل رمضان باسبوع عربية ضربتها وعمل ضربة رجليها بضربة يتامى. لا اله الا الله. بسبب الكوبري والله بسبب الكوبري. لا اله الا الله. لانها بتقول لك ايه طب ما عدتيش الكوبري ليه يا بنت الحلال؟ بقيت لك هطلع ثلاث كدور عشان اعدي الناحيه الثانيه. راجل يجي ثلاث كدور ملف كبير عشان اقدر اطلع ما فيناش قلب كده. ربنا يكون في عونها يا موائل، ربنا يكون في عونها وعون الناس كلها. بشكرك جدا، بشكرك وربنا يشفيها ويرفع عنها ويكون لها عون وسند يا رب. استاذ عدلي من مصر اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله والله، الله يخليك. حكومه جديده ولكن وزراء مش فوق مستوى الشبهات، في بتحوم حواليهم شبهات وعليهم اتهامات، وبعضهم متهم بالاختلاس او بالتزوير او شغال جاسوس او بيطبل السيسي. ليه النوعيه دي هي اللي متصدره المشهد وهم دول الوزراء؟ استاذ عدلي. ايوه سامعك اتفضل. ما انا سالت يا استاذ عدلي. اتفضل يا فندم. اتفضل، ما انا سالت حضرتك والله. طب اجيب معلش لا حضرتك قول لي مداخلتك اللي انت متصل عشان تقولها، سيبك من سؤالي. والله يعني بتكلم حضرتك بخصوص مثلا قنوات معارضه، ايه الحلول اللي احنا بنقدمها؟ هل احنا بنعارضه؟ انا بكلمك حضرتك. قول لي حضرتك من وجهه نظرك ايه الحلول اللي ممكن يتصلح بيها حال مصر؟ يعني ليه ما بتقدمش حلول؟ ما انا بسال حضرتك اهو، انت مواطن مصري عايش في الظروف كلها وشايفها، ايه اللي ممكن يكون حل للوضع في مصر من وجهه نظرك؟ اتفضل يا فندم. انا كمواطن ده مش دوري، يعني انا مواطن دوري، انت فاهم حضرتك؟ بس انا بكلم حضرتك ليه انتوا قناه معارضه ما بتكلمش؟ طيب. يعني نفس الكلام. طيب هقول لحضرتك استاذ عادل، سعيد بسؤالك وارجو انك تكون سعيد باجابتي، لان هجاوب على اللي انت سالته مش عشان هي الاجابه العبقريه. بص يا فندم، احنا مش قنوات معارضه، احنا قنوات بتعبر عن الشارع والشعب المصري. احنا مش بنعارض من اجل المعارضه زي ما حضرتك او ممكن حد يجي على باله ده. احنا لما يكون في حاجه في صالح الناس بنشيد بيها. ما اكمل كلامي؟ انا بسميها بالعاميه بتاعتنا، بالعاميه. ماشي، ما انا بتكلم بالعاميه برضه. انا مش متقعر يعني، ده انا بقول لك اهو، لا بقول لها هازها ولا لعلمها ولا حيثمها، انا بقول لك بالعاميه. احنا قنوات الشعب بنعبر عن شعبنا، ولما يكون في حاجه في صالح الناس احنا بنقف معاها وبندعمها بغض النظر عن هي من مين. ايجاد الحلول شغلة السياسيين، العمل الاعلامي اللي انا بقوم بيه مع حضرتك ان انا بجيب لحضرتك المعلومة الحقيقية والرواية الصادقة والارقام اللي بجد والكلام اللي بعيد عن المبالغات او اما تسفيها او تقليلا او تضخيما. احنا بنحاول نقول المعلومة الحقيقية. تمام؟ هل لينا دور سياسي؟ لما تراجعوا السياسيين اصبح للاسف بعض الاعلاميين وانا منهم بنحاول يبقى لينا دور سياسي، مع ان دورنا في الاساس هو دور اعلامي. دور السياسي اللي بنحاول نقوم بيه هو التوعيه والتوضيح ويعني شرح الامور بما تستحق، والمفروض يقوم بده سياسيين ومش اعلاميين في المقام الاول. بشكرك جدا واتمنى تكون اجابتي وافيه لحضرتك، واسمع وتسمع معايا مداخله الاستاذ ابو مازن من مصر. اهلا بيك ابو مازن. معايا؟ ايوه. اسمعني من التليفون بعد اذنك يا ابو مازن. ازيك عامل ايه؟ اه ازيك يا باشا، الله يخليك. تسلم يا ريس. ايه يا عم، هو حاصل قلق في الجيش ولا ايه؟ اه ليه كده؟ ايه اللي خلاك تقول؟ انا اقول لك، هو اصلا كان عشان البلد واقفه وموقوف حالها، البلد مقفوله خالص. وفي قلق على ايه؟ ان يعني عايزين ينجوا نفسهم او ينجوا نفسهم من يعني عايزين يعملوا انقلاب على الانقلاب، يعني خدت بالك؟ فهو حاول بقى يعمل يلحق نفسه يعني. خدت بالك؟ ده رايك يعني؟ انت لا والله بكلمك بجد. وعلى فكره ما يجرتش المظاهرات اللي موجوده اللي انت بتشوفها ديت اللي بتاعت اسكندريه والحاجات دي. ما تغركش يعني،
خلي بالك ان هي مسيسه وتعرف الناس برضه، لان المظاهره عشان تطلع بتستمر. المظاهرات اللي بتطلع دي، انا شفت احمد سعد بيقول تسكت تسكت حكم العصر، انت شفته زمان؟ اه مش دلوقتي. لا وهي جايبين الصوره دي من زمان. اه لما قال افرض ضريبه على مش عارف ايه، وافرض ضريبه على ايه. ما هو لا ده قرايه والله تاني. ما هو شوف يا شوف يا ابو مجد، هقول لحضرتك حاجه. هم ليهم ادوات بيستخدموها لتبريد الناس، يعني هم ما هم ما مش لازم اللي معاهم يطلع يشكر فيهم وبس، لا ممكن اللي معاهم يستخدموه في يوم من الايام يقف قصادهم ويقول لهم كلمتين كمان عشان يهدي الناس، زي ما بيعمل احمد موسى دلوقتي بيقول لك ايه. لسه استنى، عايز اقول لك على حاجه. طيب. عمال تقول الناس جايب اللي على راسهم بطحه، انت بتقول جايب اللي على راسهم بطحه. ايوه صح. هو يجيب مين يعني؟ هو هيجيب واحد 100 100 يعني؟ هو اصلا مش هيرضى يشتغل معاهم. هو بيدور على الناس اللي هم يثق فيهم ويكمل معاهم. كل شل ويشبه له يعني، زي ما المثل بيقول. شكرا يا عم. الاعلام اللي عندك. شكرا يا ابو مازن، عشان الست ام محمود منتظره بقى لها شويه. ايه اهلا يا ام محمود. بحضرتك يا استاذ احمد، تحياتي لحضراتكم. تحيه ليك يا فندم. حكومه جديده ما بين مختلس وما بين مزور وما بين يعني ناس ما يعلم بها الا ربنا، تعليق ايه؟ لا ده العادي يعني. انا سمعت استاذ ناصر قبل كده يعني كان بيتكلم عن السادات وجهان معي، قال انت ما تعرفش استاذ محمود السعداني؟ قال لا عارفه بس هو مش محبش يعني، ماليش ماسكه عليه. فهو لازم يجي. وبعدين حضرتك مش في التسريبات اعتقد كان مسميه مدبولي الحرامي. تسريبات كده قال على مدبولي الحرامي. ايوه مش فاكر. بس اولا هيجيب واحد زي الباشمهندس هشام اللي كان ماسك وزاره النقل وقال له انا عايز ال 10 مليار وتريق عليه، وقال له 10 مليار ايه؟ وبعد كده لما جاب الاقتصاديين وتريق عليهم قال لهم كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده كله ما يقولوش واحد طالب اولى اقتصاد. حضرتك لا ما فيش، مش العقليه اللي تنفع مع السيسي، هو لازم تتماشى مع عقليته في الوقت اللي احنا فيه. اما بالنسبه بقى للاستاذ كامل الوزير اللي هو مسك وزارتين بسم الله ما شاء الله، يعني هو خرج وزاره النقل والحمد لله، كده كده الصناعه مخروبه الحمد لله يعني، الحديد والصلب الحمد لله راح، الاسمده الحمد لله الغاز ما الكيماويات والغاز ما بيوصلش، يعني الحمد لله كل حاجه بخراب. اما بقى الوزير التربيه والتعليم الجديد اللي هو واخد دكتوراه بالرشوه، لا انا احب اقول لحضرتك ان احنا اساسا من ساعه النظام الجديد ما نزل في التعليم سعد السيسي مسك التعليم وانا ابني نزل عليه النظام الجديد بتاع رقم ابتدائي اللي هو في حضرتك ايه بقى كل مشروعات السيسي، كل مشروعات السيسي. فابني لما بنيجي نذاكر والله يعني دلوقتي الحمد لله خلصنا سته ابتدائي يعني، كل ما بنيجي نذاكر يقول لي يا ماما مش الكلام ده كذب، اقول له حبيبي معلش نحفظه لحد الامتحان ما يجي، ولما الامتحان يجي اكتب اللي مكتوب في الكتاب، بس خلي في دماغك ان الناس دي كدابه. ربنا يعين الناس يا ام محمود، بشكرك جدا. ربنا يكرمك. انا عايز اقول لحضرتك واقول للساده المشاهدين بعد ما اشكرك طبعا ان لسه في ناس عماله تطبل السيسي، يعني مثلا فريده الشباشي بتقول لك السيسي هديه ربنا لمصر واصبحنا نضاهي اكبر دول العالم. يعني التطبيل فج، كذب واضح، كذب كبير قوي يا جماعه يعني بالراحه في الهبد والله. دي الشباشي تعالى بتقول لك اهو مصر بقت بتضاهي دول العالم بالسيسي. طيب نشوف يا جماعه الدولة اللي بتضاهي العالم في الاقتصاد مثلا، الميدل ايست اي بتقول لك رؤية السيسي أصابت مصر بالشلل وحولتها إلى دولة تتأرجح على حافة الخراب الاقتصادي. ده بالمناسبة يعني بمناسبة كلام فريدة الشباشي إن احنا نضاهي دول العالم، فإحنا دلوقتي عندنا شلل اقتصادي زي ما بتقول ميدل ايست اي. سفير الاتحاد الأوروبي بيقول للقاهرة 24 هناك إصلاحات يجب إجراءها لضمان نجاح الشراكة المبرمة بمؤتمر الاستثمار، من بينها إيه؟ لازم يبقى في تطوير كده في أماكن في قناة السويس وسيطرة للبعض واستقبال مصر للاجئين ومنع الهجرة. خلي بقى الكمتيين يطلعوا يقولوا الكلام ده مش عاجبهم، السيسي مضى ووقع وموافق على ده كله. طيب بمناسبة إن احنا بنضاهي دول العالم، عندك ارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية في يوليو اللي احنا فيه ده، الاجهزه الكهربائيه هتزيد في مصر. مش في حكومه جديده، الحكومه القديمه الخرج بتاعها اتملى، دعوات وشتيمه ومش عارف ايه. طب في حكومه قديمه خدت الشر وراحت، في حكومه جديده بقى لسه هتستنى ايه
الشتايم وتستنى الدعوات من حضراتكم. قدامنا هو على الشاشة التفاصيل زي ما قالتها العقارية، بتقولك عن التفاصيل زيادة أسعار الكهربائيات اللي هتزيد بمعدل 30% في الفترة اللي جاية، 30% في الأسعار، زيادة في أسعار الكهربائيات في الفترة اللي جاية. عالميا ارتفاع أسعار الشحن البحري أكثر من 200%، وده بيقول لك إن كل الحاجات اللي بنستوردها من بره هتغلى الفترة اللي جاية. ليه؟ لأن نسبة الزيادة يا جماعة 200% على الأقل. فانتظر يا عزيز المواطن موجة غلاء ليك ويعني لكل الحاجات اللي بنستوردها من بره، وإحنا بنستورد حاجات كتير من بره. الجمارك بتوضح ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية المستوردة، لأن المشغولات الذهبية المستوردة هتزيد عليها ضرائب القيمة المضافة، والجمارك بتقول لنا تفاصيلها. أعطونا يا جماعة التفاصيل. هتزداد متوسطات قيم التشغيل المصنعية حوالي 15%، يعني في زيادة على الأقل 15% في المشغولات الذهبية المستوردة جاي. 200 جنيه ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير متوقع. زاد يا جماعة جرام الذهب 21 200 جنيه تقريبا في الجرام الواحد، 200 جنيه زيادة في أسعار الذهب. ولما بنشوف زيادة في أسعار الذهب بنقلق، علشان دي بتقول لنا أو بتخبرنا كده إن ربما يكون في زيادة جاية في أسعار الدولار. سعر الذهب عيار 18 وصل 2725 جنيه، وده فارق كبير عن أعلى سعر سجله في نهاية يناير اللي كان 3500 جنيه. عيار 21 بقى ب 3200 جنيه، وكان آخر أعلى حاجة وصل لها كانت 4050 جنيه. طيب يعني في قلق لسه في الأسعار والدنيا مش مستقرة على ما يبدو زي ما الأخبار بتقول لنا. طيب بسرعة نبص على الكهرباء والطاقة. الكهرباء والطاقة في برضو أخبار. مصر سددت 1,300,000,000 جنيه من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وعندنا معاد لآخر السنة علشان نسدد كامل المستحقات، وده أمر صعب، ده على ما يبدو هيكون أمر صعب. والكهرباء بتوجه رسالة للسادة المواطنين بشأن انتهاء تخفيف الأحمال. الكلام ده حدث بالفعل بالأمس. بيقول لك إيه بقى يا سيدي في التفاصيل؟ إن شركة الكهرباء وجهت رسالة للمواطنين وقالت تعرف إن لو وفرنا 10% بس من استهلاكنا للكهرباء مش هيكون في انقطاع للكهرباء خالص. يعني وفر يا أيها المواطن علشان ما تقطعش عليك الكهرباء. نقص خامات البرافين بيؤثر على صناعة الشموع في مصر. يعني عندنا مشكلة في الكهرباء وعندنا مشكلة في الشمع. أنت متخيل؟ بيقولك لا شموع علشان نقص خامات البرافين بيهدد البديل اللي بنستخدمه في الكهرباء اللي هو ايه؟ الشمعة. مصر عندها مشكلة في الشموع، يعني هتبقى ضلمة من كله، ضلمة كهرباء وضلمة شموع، علشان ما عندناش القدرة ان احنا نصنع الشموع لنقص البرافين. تعال نشوف بقى فيديو كده سريع لآراء بعض السادة المواطنين ان ازاي انقطاع الكهرباء بيحول حياتهم لجحيم بإشراف الحكومة، والحكومة المتسبب الأساسي والرئيسي والوحيد في أزمة انقطاع الكهرباء. نتابع مع بعض آراء. قال لك رجل البلكونة زي باتمان كده. طيب نسمع من معتز اللي معانا من مصر. أهلا يا أستاذ معتز. ازيك يا أستاذ أحمد، عامل إيه؟ الله يخليك يا رب. هل تثق أن هذه الحكومة قادرة على أنها تحل مشاكل حضرتك؟ الله، هتحلها بإذن الله. بس خلينا الأول نقول للأستاذة فريدة الشباشب إن شاء الله يا ربنا يجمعنا يوم معاها ونتابع كلنا بالشباشب بإذن الله. وبعدين ذهب يا أستاذ أحمد اللي بتتكلم فيه، وإحنا عارفين ناكل ونشرب عشان تقول لي الذهب غلي والذهب رخص. ربنا يعوض على البلد يا أستاذ أحمد. أنت متشائم ليه كده يا معتز؟ ولا متشائم ولا مش حاجة. مش تديهم فرصة يا أخي، مش يمكن يبقوا كويسين؟ 11 سنة بنديهم فرص يا أستاذ أحمد، 11 سنة بناخد في فرص، وقبليها مبارك كنا بناخد في فرص،
هو احنا امتى يعني ربنا هينفعنا يعني؟ امتى 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 نعيش زينا زي باقي الناس؟ سؤال مهم، سؤال مهم يا معتز. هاخد السؤال منك وهشكرك واروح لهاشم اساله نفس السؤال ده. هاشم، امتى نعيش زي بقيه الناس؟ سؤال بيساله معتز. نعيش زي بقيه الناس باذن الله لما نتخلص من العميل الصهيوني العميل الناجح، مش رئيس فاشل، ده عميل ناجح. لما نتخلص منه باذن الله هنعيش زي بقيه الناس واحسن كمان. مصر كان عندها صناعه، كان عندها زراعه، صحيح، كان عندها مناجم ذهب، كان عندها حدود مائيه فيها ابار غاز سافها لاسرائيل، نهر النيل سابوا لاثيوبيا، تيران وصنافير اللي كان لو اسرائيل عملت قناه ممكن ناخد رسوم على العبور في مضيق تيران، خلاه دلوقتي مضيق دولي ممكن اي حد يعدي منه. فلازم نبقى عارفين كويس، وبعدين عاوزين نزود البرامج اللي فيها تداخل مع الناس علشان الناس تبتدي تتنشط شويه وتبتدي تنزل، لان ده لا يجوز انه يقعد اكتر من كده، البلد هتضيع. حاضر فعلا. عين يا استاذ هاشم، حاضر. احنا بنسمع منكم وان شاء الله نسمع منكم دايما بدوننا انتوا بس. ابو محمد معانا من مصر، اهلا بيك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام محمد. عامل ايه يا ابو محمد؟ الله يخليك، ربنا يبارك فيك. ايه رايك؟ ما تقطعش علي افكاري بس ثواني. انا ساكت عشان عمك في العقد السادس. انا ساكت اهو يا ابو محمد خالص، اتفضل. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك. انا بس هرجع بيك يعني خطوه واحده لورا بالنسبه لتغيير وزير الدفاع ورئيس الاركان وكده. هو الناس دي مش اغبياء على فكره، دول يعني عايز اقول لحضرتك على ان موضوع كان في منتهى الذكاء. هو جاب اسامه عسكر هيعين وزير دفاع. خليك معايا، خد مني بس. ماشي. هيعين اسامه عسكر وزير دفاع ومحمد زكي، والناس دول ما فهمش امل لبعض على فكره. يعني دي بتدل لك دلاله كبيره على ان الناس دول ما لهمش امل لبعض. هو جاب اسامه عسكر عشان يتعين وزير دفاع، ما هو دي تغيير وزاره، ايه دخلها في بس في هو شال اسامه عسكر كمان وشال محمد زكي، شالهم الاثنين. ماشي، بس خليك معايا بس. انا معاك يا ابو عم. عشان يكون معاه اسامه عسكر ومحمد زكي، جاب اسامه عسكر على انك انت هتبقى وزير دفاع، واذاعوا على انه عبد المجيد صقر حيكون وزير تنميه محليه لاخر لحظه، واخد بال حضرتك؟ أيوه. والاثنين عدت عليهم المقوله دي طبعا، الخدعه. حابه بالضبط كده، عليك نور. خدع الاثنين، خدع. يعني عايز اقول لحضرتك ما فيش امل لبعض. اسامه عسكر جاي يبقى وزير دفاع مكان محمد زكي، ومحمد زكي كان الترتيب على ان محمد زكي حنشيله. هم عندهم فكره على كده، واخد بال حضرتك؟ ده احنا ولا في السر، ده سر بقى ابو محمد. عبد المجيد صقر، معلش اكمل بس، مجهز عبد المجيد صقر عشان يبقى وزير دفاع. حبس الاثنين عنده، واخد بالك؟ كل واحد في اوضه، وحالف عبد المجيد صقر على وزارة الدفاع. ده تحليل، معلش، من عمك في العقد السادس. شكرك يا عم ابو محمد، على راسي تحليلك، وانت كلامك مش بعيد عن اللي حصل. شكرا يا عم ابو محمد، وكتير من الناس بتتفق مع كلامك، وكلامك عين العقل. يعني يبدو ان ده اللي حصل. شكرا يا عم ابو محمد. الجانب الحقوقي، نبيه الجنادي عمل بوست كتب فيه وقال لنا ايه اللي حصل مع شادية حسن النجار اللي قدامنا دي. مين شادية حسن النجار؟ هي عضوة في حملة أحمد الطنطاوي، وعضوة كمان في حزب طيار الأمل، وتم التحقيق معاها في نيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، جماعة إرهابية، واتهموها بنشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات. كل ده يعني كل الاتهامات دي لشادية حسن النجار ليه؟ علشان كانت عضوة، عشان كانت عضوة في حملة أحمد طنطاوي. طب هي بس اللي تم اعتقالها واللي تم اتهامها؟ لا، ده في حبس 12 ناشط ما بينهم فنان تشكيلي بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة. بس كده لا، ده جددوا حبس 2 من الشباب الصغيرين، مازن دراز وزياد البسيوني، جددوا حبسهم 15 يوم علشان فكروا يعملوا طلاب من أجل فلسطين، فشافهم وشافهم النظام بعين ان ده ارهاب، والسيسي ونظامه اي حد عندنا طبعا بيقف مع فلسطين، انتوا فاهمين بيحبسوا. فالشابين الطفلين اللي قدام حضراتكم دول اتهموا بالارهاب وتم حبسهم. صحفي من الشبكه المصريه لحقوق الانسان كتب بوست وقال لك كيف تحولت السجون المصريه
إلى محارق للمعتقلين. محارق للمعتقلين ليس إلا، إحنا قدام محارق للمعتقلين. عندنا دلوقتي إضراب جماعي داخل سجن بدر في مصر، والإضراب الجماعي ده بيدخل الشهر الثاني، للشهر الثاني على التوالي إضراب جماعي داخل سجن بدر واحد في مصر. أسر السجناء السياسيين في مصر بتطلق مبادرة للإفراج عنهم. أسر وعائلات السجناء السياسيين في مصر على حسابهم بيقولوا مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين رجاء التوقيع على الاستمارة كأهل سجين سياسي للانضمام للمبادرة، وحتى نضيف اسم المحبوس إن تم التواصل مع الجهات المعنية أو كمواطن مصري متضامن لإظهار موافقتك على محتواه. طيب يعني الوضع الحقوقي في مصر زي كل الأوضاع سيء للغاية. معايا سامي من مصر، خليني أسمع مداخلته. مساء الخير. مساء النور يا أستاذ سامي، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنا معرفش أنتوا يا جماعة مهتمين أوي بالوزارة وبتاع، هو هتفرق إيه؟ هو شالوا أرض وجابوا شاهين، هتفرق إيه يعني؟ صدقني كلهم حضرتك مش متفائل يعني؟ لا طبعا في عمره ما هيبقى، طول ما الوضع زي ما هو ما فيش تفاؤل. تفاؤل إزاي يا أستاذ؟ ازاي ما هو تفرق ايه النهارده عن شكري، عن اسمه ايه ده، عن عبد العاطي؟ تفرق هو كل عمليه احنا من 52 لحد النهارده يا استاذ كل تحت الوزراء علشان اللي بيعينهم رئيس الجمهوريه، بنابع عنه رئيس الجمهوريه بيختار اللي هو عايزه. واللي يختلف يعني حضرتك بتتفق مع كلام الكاتب انور الهواري اللي قال مفيش سياسه ولا سياسيين، مفيش غير الاوحد في مصر. طبعا هو دي معروفه يا استاذ، دي مش عايزه شرح يعني، دي حاجه. لا يعني حاجة مبارك كان بيسيب شويه سياسيين، كان بيسيب شويه سياسه، كان في سياسه في يوم مبارك. لا واحد عارف ده، عارف زي تغطيه، عارف حضرتك زي تغطيه. دلوقتي يعني ما فيش سياسه خالص بقى، ما فيش حاجه خالص. لا من زمان من ما فيش سياسه في البلد، كل عمليه رئيس الجمهوريه بيختار اللي هو عايزه. في جمله واحده يحط عقبك في جمله واحده ايه الحل من وجهه نظر حضرتك؟ الحل ما فيش غير ان هو يعني لازم في، بص، انقلاب عن طريق الجيش هيمشي قضوا هجيبوا شاهين، هتبقى هي الا اذا كان، الا اذا ربنا رزقنا بسوار الذهب. فاكر حضرتك سوار الذهب؟ طبعا عبد الرحمن سوار الذهب الجنرال السوداني المحترم اللي هو قام بانقلاب وراح مسلمها المدنيين ساعتها بتاع ده حزب الامه، صح؟ صحيح، ده اللي حصل. فدي عمرها ما تحصل في مصر، دي عمرها ما تحصل في مصر. فهو محتاج الناس تتحرك، لا نفس الرقم، الناس تتحرك تعمل اي حاجه. ما نعملش، ما نصدقش مرتضى منصور لما قال لك البلد ما فيهاش راجل. لا اكيد فيها راجل. بشكرك يا استاذ سامي، شكرا لحضرتك. سريعا نروح لغزه، والنهارده مقتل واصابه 7 عسكريين اسرائيليين بيتم الاعلان عنهم في معارك غزه، والمقاومه تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغله في مناطق مختلفه من قطاع غزه. من ضمن 7 العسكريين الاسرائيليين اللي تم الاعلان عن موتهم واصابتهم النقيب روي ميلر، عنده 21 سنه وده قائد فصيله من فوق روتين لواء الجفعاتي، والنقيب إيلي إليشا لوجيسي عنده 21 سنة وده قائد فرقة في الكتيبة 75 لواء سار جولان، ودي صورته لقدام حضرتك. جديد اللي أعلنه الجيش الإسرائيلي بخصوص الحرب في غزة ممكن نتابع بعضه في إعلانه في التويتة اللي نشرها أفيخاي أدرعي اللي كتب فيها بعض من إنجازاته امبارح. رئيس الأركان الجنرال هيريتسي هاليفي قال أن تم قتل أكثر من 900 من حماس في منطقة رفح، وقال بنعد في صفوف لواء رفح وأقولها بناء على ما شاهدناه بعيوننا أكثر من 900 مخرب قتيل بضمنهم أيضا القادة وعلى الأقل قائد كتيبة واحدة والعديد من القادة، قادة السرايا والعناصر. أنا بس خايف يكون الراجل برضو اللي هو اسمه ايه ده بتاع مصر اللي حطوا صورته، فاكرينه اللي هو عضو مجلس النواب ده، محمد شبانه. انا والله خايف يكونوا يعني انتوا بالاصل يا افخاي نشرتوا صوره محمد شبانه المصري على انه محمد شبانه
قائد كتيبة رفح في القسام، دلوقتي بتقول انكم قتلتوا 900 وفيهم قادة. انا خايف والله برضو يكون نفس التعامل بنفس النظرية، نظرية ان انت مش عارف انت بتقتل مين ولا مين عدوك ولا عارف صورته من الاصل. طيب حزب الله يا جماعة في تطورات ملحوظة جدا، لان تم امبارح اغتيال قائد في حزب الله، فقام حزب الله بالرد وقصف مقر عسكرية إسرائيلية ردا على اغتيال أحد القادة. وكانت الصور اللي جاية من نهاريا في شمال إسرائيل بعد استهداف حزب الله زي ما هنشوفها دلوقتي، وبتنقل الأخبار اللبنانية وبتقول صفقة التبادل الجديدة شملت بنود خاصة بضمان وقف إطلاق النار ومعبر رفح ومعبر فيلادلفيا، وعلى ما يبدو أن احنا قريبين من صفقة تبادل وهدنة إذا وافق نتنياهو، لأن حماس وافقت بشكل ما وعرضت موافقتها، وأهالي والجيش الإسرائيلي بيدفع لقبول الهدنة وبيقول عايزين هدنة ولو حماس هتفضل في الحكم، وأهالي الأسرى بتدفع هي كمان لقبول الهدنة وبتهدد نتنياهو إما أن تقبل بالهدنة وإما أن ننزل ملايين إلى الشوارع في إسرائيل لإسقاطك وإسقاط حكومتك. ف في إرادة لإتمام الهدنة، حماس يعني أبدت مرونة، ودلوقتي إكسيوس بتنقل عن مصادر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وافق على إرسال وفد للمفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حماس. هل دي موافقة حقيقية ولا من باب تضييع الوقت والمناورة؟ كل ده جائز، ولكن في خطوات حقيقية بلغها إسماعيل هنية للجانب المصري والجانب القطري، وده بيشكل يعني مش عايز أقول مراوغة ولكن بعد نظر من حماس، زي ما عبر عن ده خبراء استراتيجيين شايفين ان ده يعني إجادة من حماس انها بتسحب البساط من تحت بنيامين نتنياهو وبتخلي نتنياهو اللي بيتحجج ان هم مش موافقين، ان هم موافقين بالفعل على خطة بايدن، وبيقولوا له دلوقتي انت الكرة في ملعبك، إما أن يوافق نتنياهو وإما أن يتعنت نتنياهو ويبقى قدام شعبه والإدارة الأمريكية وقدام الجميع هو الذي لا يريد أن ينفذ اتفاقية هدنة وتبادل أسرى هو في الأصل كان موافق عليها من البداية. خبر بيهمنا جدا في مصر، وزير التراث الإسرائيلي عميحاي، ده اسمه إلياهو عميحاي اللي قبل كده قال نضرب على إسرائيل أن تضرب غزة بالنووي، دلوقتي بيتبجح على الدولة المصرية وعلى الأرض المصرية وبيقولها بمنتهى الوضوح ومنتهى الحماقة ومنتهى العدوانية والإجرام، بيدعو لاحتلال، بيشارك منشور على منصة إكس بيدعو لاحتلال سيناء، بيدعو لاحتلال سينا. كلام مرة تانية، ده اللي قدامنا ده إلياهو حميهاي، ده وزير التراث الإسرائيلي اللي بيتكلم قبل كده ويتكلم قبل كده عن ضرب غزة بالسلاح وبالقنبلة النووية، دلوقتي بيدعو أو بيشارك منشور بيدعو هذا المنشور إلى احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية، ولا عامل اعتبار بقى لا للجيش ولا للاتفاقيات ولا لاتفاقية السلام ولا 73 ولا 56 ولا الكلام ده كله. اعلام اسرائيلي النهاردة بينقل عن مصادر ان موقف جالانت قريب من موقف الاجهزة الامنية، ويعتقد ان هناك فرصة لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة التبادل. اذا الكرة الان في ملعب بنيامين نتنياهو، بيبي نتنياهو هل يقبل بصفقة تبادل أم يتعنت ويرفض صفقة التبادل اللي حيكون فيها بالمناسبة وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة وإطلاق لمجموعات معينة من الأسرى في الأسرى الإسرائيليين لدى حركات المقاومة في قطاع غزة. حلقتنا انتهت لهذا الأسبوع، أتمنى يكون أو كان أسبوع يعني خفيف على حضراتكم. بشكر حضراتكم جميعا على متابعتكم، وبشكر الناس اللي بتبعت لنا
وبعتذر للي حاول يتصل بينا وما قدرناش ناخد اتصالاته غصبا عننا والله. واشكر زملائي خلف الكاميرات كلهم واشكركم جدا، وبتمنى لكم اجازة سعيدة، ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقات جديدة من صوت الناس الهم كاملين الساعة 5 بتوقيت القاهرة. تحياتي لحضراتكم، هتوحشونا، نشوفكم على خير. السلام عليكم، في امان الله.